او مؤسسه. اذا انا لو بده يجي يحكي قلت انا بستنى عبين. هذا الاجتماع هو تعزيز العلاقة ما بين المحافظة بكل مؤسساتها ووسائل الإعلام. نحن نفتخر بهذه الوسائل التي تخدم هذه المحافظة، محافظة طولكرم. القصد من هذه الجلسات هو من أجل إيجاد سبل شراكة ما بيننا وبين الإعلام من أجل خدمة هذه المحافظة، من أجل أن يكون هناك تغذية راجعة من قبل المواطن عبر وسائل الإعلام باتجاه كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطة من أجل نشر الخبر الصحيح، من أجل خلق ثقافة مشتركة باتجاه مواطن، ثقافة إيجابية مشتركة ما بين السلطة والمواطن، من أجل أن نغطي كافة مسائلنا وتحدياتنا في هذه المحافظة.